أرحب بضيفتي مبروكة بسيكري، مدير المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة. سيدة مبروكة، أهلا بك. أهلا وسهلا بك. نعم سيدة مبروكة، بداية يعني ما هي الرسالة التي تودون إبلاغها خلال احتجاجكم أمام مقر البعثة الأممية؟ هي حقيقة الوقفة كانت من تنظيم المجلس البلدي بنغازي بعد إعلامنا بأن هناك بعثة من المحكمة الجنائية الدولية أتت إلى طرابلس للتحقيق في قضايا وجرائم التي وقعت المقابر الجماعية في ترهونة، واستنادا لبيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة بشأن مزاعم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية واستمرار العنف في ليبيا، هي قالت لن أتردد في توسيع نطاق تحقيقاتي لتشمل الدعاوى القضائية المحتملة أي حالات جديدة من الجرائم، ووضعت إيميل قالت إن أي حد من 2011 لديه جرائم وانتهاكات يقدمها لمكتبها لتقصي الحقائق فيها. فنحن رأينا أن نحن لازم نقوم بوقفة، وخاصة أن هناك وقفات كانت سابقة من الناس اللي لديهم أبنائهم مختفيين قسريا، والذين في السجون بدون محاكمات، والذين قاموا بأكثر من وقفة لإحقاق الحق وتوصيل أبنائهم للنيابة العامة. نعم. المطالبة بتوصيل أبنائهم للنيابة العامة. نعم. هذا هو كان هدفنا، ولكن نحن استغلينا هذه الفرصة. من ناحية أخرى. نعم. من ناحية أخرى، يعني هل تلقيتم أي ردود من البعثة الأممية حيال هذه الجرائم المرتكبة في درنة وبنغازي كما لاقت في ترهونة؟ هو نحن طبعا بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية هذا دليل على أن هي عندها علم بهذه الجرائم، وبعدين تأكيدها أن هي على أن الجرائم التي وقعت في ترهونة واكتشاف هذه المقابر بعد تحرير طرابلس من الاعتداء الغاشم، هو معروف الجاني من هو، يعني معناها الجرائم التي حدثت في بنغازي وحدثت في درنة وحدثت في جنوبية معروف من القائم بها. نعم. بما تقيمين وكيف تقيمين دور الجهات الحكومية سواء من النائب العام إلى وزارة العدل تجاه هذه الجرائم؟ نحن نجد سلبية كبيرة من المحاكم من السلطات المحلية، ونجد أن يعني في تراخي، يعني حتى قضية مهجرين بنغازي تعاني من سلبية كبيرة، أن من مثلا من المجلس الرئاسي ما فيش اهتمام بمهجرين بنغازي ودرنا، يعني كما حدث في قضية تورغة، يعني نجد أن في سلبية كبيرة، يعني حتى نحن اليوم في صدر تقرير أو رسالة من عميد بلدية بنغازي وجهل المحكمة الجنائية الدولية بأنها تنظر في مشاكل مهاجرين بنغازي الذين تعرضوا للأذى وتعرضوا للسجن وتعرضوا للانتهاكات، والناس اللي هم عندهم أخطاء قسري، الناس اللي في السجون في جرنادا، الناس اللي موقوفة مرتباتهم، الناس اللي هم يعانوا من أزمات، هم مهاجرين بنغازي يعانوا من الأزمات. فكانت في اليوم المبادرة من المجلس البلدي بنغازي بإرسال رسالة إلى المدعي العام المحكمة الجنائية، وأيضا مطالبة بأن لازم يصير تحقيق من الجهات المسؤولة في ليبيا، يعني الرئاسة الداخلية العدل كلهم عندهم سلبية، حتى ولو صدر يعني بعد وقفات الناس اللي هم أبنائهم في السجون بدون محاكمة، يعني في بيان صار من الداخلية أن هم حيتابوا حالات الإخفاء القسري، يعني هذه احنا نعتبروها مبادره طيبه في الطريق الصحيح، ولكن لازم نزيد ان نسلط الضوء على هذه القضايا. نعم اشكرك سيده مبروكة بسيكري، مدير المنظمه العربيه الدوليه لحقوق المراه، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.